روعة الموسيقى صاحبها الأداء الجميل لفرقة مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، الذي أمتع الحضور على مدار ساعتين من الزمن في حفل فني ساهر على شرف الوفد الروسي الذي يزور الجزائر. Alors c'était vraiment un plaisir Lyuma que cela devena de grands artistes russes plus de grands responsables de la fédération de Russie. Justement le l'honneur le كبير اللي صرا لينا حنايا انا déjà en tant que chef de chœur que قائد كورال ولايه الجزائر تبع المؤسسة فنون وثقافة هاد الكورال. Justement c'était d'interpréter des morceaux russes donc من التراث الروسي اللي من اكبر المؤلفين نتاع روسيا. الحفل تضمن باقة موسيقية متنوعة جسدت ثراء وتنوع التراثين الجزائري والروسي، كما قدم الوفد الروسي مقطوعات موسيقية من التراث الروسي. شاركنا نحن أعضاء المجلس الأعلى لشباب لولاية الجزائر في هذه الحفلة أو الفنية التي نرحب بها بالوفد الروسي الذي زارنا وعرفناه على ثقافتنا المختلفة في بلادنا الجزائر من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها. كما لاحظنا أن الوفد الروسي أبدى إعجابه وانبهاره بثقافة الجزائر القارة. يدخل في إطار ربط العلاقات ما بين الدولتين، كون أن الجزائر وموسكو تربطهم علاقة وطيدة منذ القدم. الجوق الشعبي الأندلسي لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر قدم هو الآخر باقة من الأغاني الفولكلورية الجزائرية ليشعل ركح مسرح ابن خلدون وسط تصفيقات الحضور الروس وإعجابهم الكبير بالثراء والتنوع الذي يميز الفن الجزائري، ليختتم الحفل بالعديد من الرقصات التقليدية الجزائرية التي أمتعت الجمهور الروسي والجزائري.